طبعا الآيات واضحة، نحن في اجتماع الأخير لهذا مع بداية هذا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك، طلبت المعارضة هدنة من أجل احترام هذا الشهر الذي هو شهر مهم لكل السوريين بكافة أطيافه. لم يرد النظام بإيجاب على الإطلاق بما يتعلق بهذا الطلب، بل العكس تماما. دعني أقول لكم ما الذي حدث في أول 10 أيام من شهر رمضان المبارك. سقط أكثر من 513 شهيد في سوريا من المدنيين، 58 من النساء، ما يقارب 11% من الشهداء، و85 طفل، ما يقارب 16% من هؤلاء الشهداء. حلب لوحدها كان مصيبها 253 شهيد، أي 50%، نصف عدد الشهداء من حلب. القوى الأخرى ومن المستقلين وغيره، بحيث أنه هي كلها دور فاعل وأساسي وخبرات عالية، وأيضا بحثنا في ضرورة الاستفادة من خبرات يعني مصرية وتونسية من جانب الخبرات الأوروبية التي أمنها الاتحاد الأوروبي وأمنتها بعد الدستورة من أجل مساعدة السوريين في توضيح قضاياتهم في تعميق خبراتهم. وشكراً. باعتقادي لحد الآن خلال 5 سنوات من الثورة السورية كان موقف الاتحاد الأوروبي وطريقة التعامل مع الأزمة السورية ومع القضية السورية ومع قضية الشعب السوري أكثرها بالجانب الإنساني، بالجانب الإغاثي، وقدم أكثر من 5 مليار يورو لهذا الشأن. لابد من القول بأنه القضية الكردية هي جزء أساسي من القضية الوطنية السورية، وهذا الشيء كان دائما في أدبيات المعارضة السورية قبل الثورة وأثناء الثورة والآن، وكما ترون في البيان الختامي هناك فقرة خاصة بهذا الموضوع. لدينا في الائتلاف مكون أساسي هو المجلس الوطني الكردي، وهناك مكونات أخرى. أنا أعتقد أنه تسألين بشكل واضح ما يتعلق بالاتحاد الديمقراطي أو البي واي دي. نحن نعتقد أنه الاتحاد الديمقراطي والبي واي دي يمكن له أن يخلق بيئة مناسبة للحوار معه إذا ما ابتعد وفك ارتباطه بالنظام السوري، وإذا ما قام باتخاذ إجراءات حقيقية من أجل أن يقدم رسالة سياسية ومشروع سياسي مختلف عن ما يقدمه حاليا، والابتعاد عن الخطوات الافتراضية أو الاستباقية ما يتعلق بالفيدرالية، وأيضا بالتوقف عن كل الإجراءات الأمنية التي يقوم بها ضد السوريين سواء كانوا كرد أو عرب أو أشوريين أو غيرهم في المناطق اللي هو مسيطر عليها. إذن هناك في إمكانية، لكن من الضروري المكان للاتحاد الديمقراطي أن يخطو خطوات مهمة بهذا الموضوع ليجعل هذا الأمر ممكن. هذا بالنسبة للقضية الكردية. بالنسبة للدستور، نحن كان موقفنا واضح أنه الدستور في كل دول العالم له آلية واضحة يجب أن يفتر من قبل السوريين ضمن آلية معروفة لكتابة الدستور. يجب أن يكون هناك جمعية عام أو جمعية عمومية تكون مسؤولة عن كتابة هذا الدستور، تأخذ بعين الاعتبار جميع الأطياف والمكونات في المجتمع السوري. هذه الجمعية العمومية تكتب الدستور السوري ثم يعرض على السوريين باستفتاء، وإذا حاز على ثقة السوريين فعندها يصبح هذا الدستور سوري. لا يمكن أن نقبل بأي دستور يكتب من قبل غير السوريين. يمكن لنا أن نأخذ نصائح من الأصدقاء وغيرهم بما يتعلق بالدستور، لكن هذا العقد الاجتماعي المهم المؤسس للدولة الوطنية في سوريا لا يمكن أن يكتب إلا من قبل الشعب الذي سيعيش من خلال هذا العقد الاجتماعي. شكرا.